خلوني أبدأ محاضراتكم من خبر يمكن زعلنا كلنا امبارح كمصريين بعد إعلان خبر إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن مباراتي المنتخب أمام توجو. ودي طبعا بالنسبة لنا حاجة خبر مش مفرح طبعا أبدا بالنسبة للجهاز المنتخب اللي بيعتمد على محمد صلاح في قيادة الهجوم بشكل كبير، خاصة قبل مباراة مهمة ومصيرية النهاردة الساعة 9 في تحديد مصير المنتخب في المجموعة طبعا من تصفيات أمم إفريقيا. طبعا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني وبنتمنى الشفاء طبعا لمحمد صلاح. مش بس الخبر محزن بالنسبة لنا كمصريين وقد إيه محمد صلاح لاعب غالي على قلبنا وقد إيه دايما بنفتخر به في الدوري الإنجليزي ومع المنتخب، ولكن كمان في ليفربول الناس حزينة جدا إن صلاح بيغيب رسميا عن مباراتين طبعا مهمين جدا الفترة الجاية بشكل رسمي، هما ليستر سيتي في الدوري وأتلانتا في الشامبيونز ليج. كلنا وكل المصريين طبعا بندعي لصلاح ونتمنى له الشفاء العاجل في أقرب وقت، ويمكن دي كمان صفعة ليورجن كلوب اللي بيغيب عنه جو جوميز وطبعا فان دايك للإصابة وأرنولد ودلوقتي صلاح، ولكن أهم حاجة صحة اللاعب ونحن نطمن عليه وأنه هو يقوم طبعا بألف سلامة.